حياكم الله مشاهدينا من جديد. الحين رح نبدأ جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو اللي اخترناه لكم اليوم من يوتيوب. نتابع. ألو عبدوهاب عبد الله. آه فين ماما؟ أمي تقول لك ايش تبغي. قل لها بكلمها. تبغى تكلمك؟ أقول لها ايش؟ أنا بكلمها. ديني إياها، دي جوال. تقول لك لا ما بكلمك. قلها ضروري. زعلانة منك. ليه زعلتي ماما؟ قلها ضروري، الله يخليك أنا مستعجلة. يلا. تقولك مستعجلة تبكي. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي ساعتها هاي. كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك يا ماما. تقولي أنا شيء ما أحب لك كلام ولا كلام. ما أنا مريضة أصلاً. سلامتك يا أمي سلامتك. ليش تبغي؟ لا بس أسلم عليكي. أحبك. أمي عادة ما ترد على الجوال عشان تحب توفر علي. رد الدحين. ألو ماما كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ تمام. كنت بقول لك وحشتيني احبك. الله يرضى عليك. بس خلاص. ما. خلاص مفيش، بس عايز اقول لك احبك. لا يا شيخ. بدي لك شغلي. بحبك كثير. احبك العادي شروط صح؟ كلمتك عشان بقول لك اني انا مره احبك. يا راجل. والله العظيم. يا راجل كثير كثير كذا كثير. كثير ايش؟ كثير لا. ما يصير أقول للأمي إني أحبها؟ لا عيب هالأيام صار. لا يا شيخة. والله طلعت موضة الحين عيب. طب بس كلامتك عشان أقول لك إني مرة أحبك. والله صراحة صراحة بس إنه يعني أنا أتمنى إنه يكون علاقتنا أقوى من كده بكثير يعني. أسمع بقول لك شيء. أنا أحبك. إي طيب أنا كمان أحبك. ايش المناسبة؟ ما في مناسبة يعني، بس كده حبيت اقول لك يعني. امي اقول لك حاجة. انا احبك. خير ان شاء الله. انا احبك اكثر من حبك لي. السلام عليكم. كيف حالك؟ طيبة الحمد لله. طيب انا احبك. طيب كويس شكرا. الى اللقاء. بس خلاص. طيب شكرا خلاص. لا في شيء ثاني. لا بس خلاص كنت بس بقول لك انه انا احبك. ثانك يو. اي لاف يو. اي لاف يو تو. عشان انا معي تو يعني. استغفر الله. يعني بشكل عام انا كل يوم انا احبك. ايش قصه انا احبك يعني؟ لا لا بس خلاص احنا كلنا كويسين كذا. انا بقول لك كل عام وانت طيبه ان شاء الله. و كل سنه انت طيبه حبيبي. بمناسبه ايش انت بتقولوا كل سنه وعيد الام؟ عيد الام. انا احبك يا امي. حبيت الفيديو والطريف في الفيديو هذا اللي شفناه انه اغلب الامهات اذا قلت لها احبك يعني كانك انت تبغي منها شيء. فعلا فيديو طريف وحركه حلوه قاموا فيها. رح نواصل نتكلم عن الامومه لكن الحين مع خبر بعنوان التوتر يزيد خطر تاخر الانجاب عند المراه. فقد اظهرت دراسه امريكيه حديثه ان التوتر يزيد من خطر تاخر الانجاب لدى المراه بمقدار الضعف. واكتشف القائمون على الدراسة أن النساء اللاتي ظهر لديهن مستويات مرتفعة من هرمون التوتر يفشلن في الحمل على مدار 12 شهراً من المحاولة. وقال الباحثون أن هذا الأمر يمكن أن يفسر أسباب نجاح بعض النساء اللاتي تتلهفن بشدة على الإنجاب في الحمل بعد إزالة هذا التلهف اللي صاحبه التوتر. في النهاية سيدتي تنصحك في حال أردت الإنجاب وتعاني من التوتر اللجوء إلى وسائل الراحة مثل المشي واليوغا لتحقيق هذا الهدف. والله يعطيكم ما تتمنون. رح نواصل مشاهدينا مع مواقع سيدتي نت وأبرز ما جاء فيها.
في فيسبوك سيدتي نت اليوم قسم سيدتي وطفلك يقدم لك 4 تطبيقات لتعليم الحروف العربية لأطفالك عبر جهاز الآيباد الخاص بك لتساعدك على تحقيق هدفك في تعليم أساسيات الحروف العربية لأطفالك. تعرفي عليها في قسم أطفال ومراهقين في سيدتي نت. تويتر سيدتي نت يشارك في ساعة الأرض وينشر خبر السعودية تعيش ساعة من الظلام في ساعة الأرض، وهي المرة 5 على التوالي التي تشارك بها المملكة في فعاليات ساعة الأرض. الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من دول العالم سيشارك في الحدث البيئي العالمي، وذلك بإطفاء الأنوار والاستغناء عن كافة الأجهزة الغير لازمة بشكل تطوعي للحفاظ على الطبيعة وحماية للبيئة وترشيد استخدام الطاقة. وفي هذا الصدد شاركوا معنا في تويتر سيدتي نت في هاشتاغ ساعة الأرض. مشاهدين، المرأة اللي تسعى لإطلالة مميزة غالباً ما تراقب موضة القبعات الدارجة بأنواعها. مؤخراً عقد معرض برجمان الدولي للقبعات النسائية 2014، ولمحبي القبعات كاميرا سيدتي كانت هناك ورجعت لنا فيها بهذا التقرير. نتابع. مجموعتي لهذه السنة مميزة جدا، وما أفعله هو إضافة الألوان الجميلة معا مع الشرائط المميزة، إنها عصرية وتتماشى مع الإضافات مثل الزهور والريش، وهي تبعث البهجة وتدل على شخصية المرأة. أحب الأفكار المجنونة مع المحافظة على التقاليد. أركز على الريش لأني مختصة به، وكما ترون جميع القبعات هنا تحتوي على الريش. أصمم القبعات الكبيرة والقبعات متوسطة الحجم، وأحب استعمال الألوان بالرغم من أنني اليوم حاولت تنسيق ألوان قبعتي مع ما أرتديه. في هذه المجموعة استخدمت الشرائط لأني أقدر المرأة العربية والإماراتية، فهم يتمتعون بالرومانسية ويحبون القبعات ذات الشرائط المميزة، لذا استخدمتها. تمكننا هذه السنة من جمع عدة موديلات من القبعات، وجميعها يتميز بألوان وتصاميم رائعة وتحتوي على الريش والعديد من الأشياء. لاحظنا أن الكثير من السيدات يأتون إلى برجمان لاختيار قبعة مميزة، ولإرضائهم جلبنا تشكيلة منوعة. على الفتاة أن تتميز إما بالفستان أو القبعة، ولكن ليس بالإثنان في الوقت نفسه لأنها قد تضيع المضمون. إذا أردت قبعة كبيرة اجعلي فستانك بسيطا واختاري لون واحد وابدعي في ألوان القبعة، وإذا كان الفستان مميز ارتدي قبعة عادية لتتوازن مع الفستان. فعلاً قبعات جميلة بألوان الربيع. خليكم مشاهدينا، نروح فاصل ورح نرجع لكم. في سيدتي بعد الفاصل، 75% من المصابين بسرطان الفم بسبب تدخين التبغ والحشيش.